انا شاغلني جدا يا دكتور اشرف انه يبقى في مصر عدد محترفين كبير، شعب يزيد تعداده عن 100 مليون مواطن، ما عندناش عدد كبير من المحترفين. تحرك الوزاره في هذا الامر بالمشروعات اللي حضرتك بتعملها في كل الالعاب الاخرى، احنا كمان محتاجين مشروع قومي واضح يبقى عندنا عدد كبير من المحترفين في اوروبا عشان ساعتها نقول احنا عندنا لعيبه كبيره زي كل المنتخبات اللي باللعيبه. بص انا عايز اقول لك على حاجه، احنا يعني عكس دول افريقيا، لان دول افريقيا ما فيهاش دوريات قويه. خليني احلل الموضوع بس بشكل منطقي يختلف شويه. مصر فيها دوري قوي جدا، وبتكلم على المستوى الافريقي مش بتكلم على المستوى يعني يمكن على المستوى العربي والخليجي في دوريات يعني سبقت شويه بشكل احترافي، لكن انا بتكلم على المستوى الافريقي اللي هي مع حك التنافس. احنا الدوري بتاعنا قوي وكبير، وكمان المنظومه العمل الاحترافي يعني اخذت الطابع هي تنافس شراء اللاعبين، ودخل مؤسسات بقت موجوده، ورابطه المحترفين بدات تدير هذا الموضوع، ويوم بعد يوم هيكون في يعني اكيد تطوير اكثر في العوائد الماليه وحسن توزيعها وهكذا. ده عكس الدول الافريقيه، بالاضافه الى ان يمكن عشان يكون في رسم سياسه عامه او استراتيجيه، احنا نقوم بدورنا كوزاره، لان عملنا من ضمن المشروع القومي للمواليد 21 عندنا في الالعاب الجماعيه في كره يد وكره سله، لكن كره القدم عملناها مع قطاع خاص وقطاعات خاصه نشتغل تاني في اصل المشروع اللي بيها بينتقلوا وبداوا يسافروا او يسفروا ولاد بره مصر ما بين المعيشه او الانتقاء من خلال مؤسسات اخرى بشكل او اخر. لكن احنا منفتحين بشكل كبير جدا على مستوى مصر، حجم الاكاديميات الاجنبيه اللي داخل مصر كبيره جدا، وحجم كمان الايجنتس اللي بدا يخرج ولادنا بره من تحت لفوق يعني بدا يبدو بشكل اكتر. لكن الانديه كمان اللي بتنافس بتحافظ على اولادها لان هي بتنافس، فبتحافظ او عايزه تشتري من الخارج. دي سياسه عامه بيرسمها الاتحاد المصري لكره القدم، ويعني افق التطوير اللي موجوده عنده. لكن انا بقول ان سواء حجم الانديه الخاصه اللي بقت موجوده في مصر، حجم تطوير الملاعب، احنا يعني بنطور ملاعب في مراكز الشباب، وصلنا لمرحله 4050 ملعب بقى في مراكز الشباب لتطوير ملاعب الكره ما بين الخماسيه والسبعيه او ال 11 في مراكز الشباب فقط، غير الانديه مصر فيها 1200 نادي غير الانديه الخاصه، وكلها فيها ملاعب، بالاضافه الى دوري مراكز الشباب، دوري المدارس المفروض يقوى. فدي كلها حاجات هي بتعمل قاعده وبيت كبير جدا جدا جدا. الاحتراف ده بيكون يعني عرض وطلب، وبدا يكون في شركات خاصه كتير في مصر بدات تشتغل على يعني الموضوع بره وجوه، تاخد من جوه لبره وتشتغل على اوروبا. ده حراك وسوق مفتوح صحيح. يعني ما تقدرش انك انت تدخل فيه، لكن الدوري المصري قوي ومعظم الانديه بتحاول تحافظ على لاعبيها، لكن متروك ليها ان هي يعني زي في اكثر من نادي بدا يطلع ناشئينه ويجيبهم بعد فتره. ده يعني تصرف ذكي جدا. يعني مطروح ومتروك لمجاله، لكن احنا فاتحين المجال للمطورين في هذا المجال، واللي يعني يحط سياسات يشتغلوا مع اتحاد الكوره، يحطوا السياسه المفروض تكون موجوده، واحنا كده هنكون داعمين لاي عمل تطوير. عظيم. يعني اخر حاجه يا فندم عشان ما اطيلش عليك، فيما يخص موضوع الاهلي ومباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، كان الموضوع ده خلاص احنا قلنا فيه وطلعنا بياننا ومش حابب اتكلم فيه تاني. طيب خلاص اوكي. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.